السيشن اللي فات ما اتكلمناش كتير قوي، اتكلمنا عن تعريف اللي هو انترنال كمبيوتر اورجنايزيشن. مين حبايبنا كده من كل الناس اللي هي صفحت الكتاب قبل ما يجي؟ اتفضل حضرتك. الانترنال كمبيوتر اورجنايزيشن ايه توصيفك او تتكلم عنه؟ ايه هو اكتر من ثلاث حاجات كله ولا لا؟ اللي كل الانجنيور يعني. عشان اتكلم عن الانترنال كمبيوتر اورجنايزيشن هتكلم عن ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي الانترنال ريزيستر، ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، هو احسن نصور بالشكل ده. ثاني حاجه قال لي التايمنج اند كنترول ستراكشر. قال النهارده هنتكلم ان فيلز على كل واحده من دول فيها، لكن احنا بنتكلم كنا في الاطار العام المره اللي فاتت. فقال لي التايمنج اند كنترول انستراكشن، وبعد كده قال لي الانستراكشن سيت. طيب حضرتك الانترنال ريجسترز، احنا كنا بنتكلم على كيس محدده، كنا بنتكلم على مانو فيزيك كمبيوتر او ما يعرف بالفيزيك كمبيوتر. المانو فيزيك كمبيوتر من وجهه نظرك حضرتك في الانترنال ريجستر سيت، هل هو استنتج الريجستر دي ازاي؟ هو عندنا في الاول كان فعلا اسمه مانو، كان جاب او كان شكل الموري كده، فعرف قال لك ان الموري ده كان اربعه كده 12 بت، وقال لك ان الموري يعني اذا المجموعه الريجسترات دي بتبقى بناء على حجم الميموري. حضرتك قلت لي ان هو عمل ميموري او المين ميموري بتاعته، المين ميموري زي ما حضرتك بتقول كانت 4 كيلو في 16 بت ورد لينس، وعلى اساسه حضرتك بتقول هيتم حجم او يتم استنتاج الانترنال ريجستر. اديني مثال. مثال على الكلام ده مثلا عشان قال مثلا ايه مجموعه المقارنه مجموعه الريجسترات، مثلا الدكتور كاونتر عندنا ريجستر. طب علاقه البروجرام كاونتر والادرس ريجستر كيلو 16 بت وبلنس. يبقى اذا اول حاجه هيستنتجها
طبعا نيجي نتكلم عن انترنال ريجسترز، قال لي انا عايز حاجه تعمل بوينت تو ميموري. طبعا الميموري احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان احنا عندنا احتماليه ان احنا نهولد انستراكشن او نهولد اوبرا. ان احنا قلنا ان المين ميموري هو عباره عن مش هيبقى عندي ميموري للكود وميموري للداتا، لكن الميموري هي ميموري واحده. الميموري دي هتهولد اوبرا وهتهولد الايه يا جماعه؟ الانستراكشن. يبقى اذا واحنا بنتكلم على الانستراكشن لما نيجي نعمل له فيتش احنا محتاجين نعرف الادرس بتاع الميموري دي. الميموري هي حجمها الاجمالي كده 4 كيلو اللي هو بال 4 to the power 12. فقلنا من كده ان احنا محتاجين 12 بت عشان نعمل ادرسنج للميموري دي لكل من البروجرام كونتر والادرس ريجستر. طبعا هنا احنا قلنا ان البروجرام كونتر النوتر بيورد، مش هو ده اللي هيشاور على مين؟ على الميموري اللي فيه، لكن هو هيهولد الادرس بتاع الريجستر انستراكشن، وفي نفس الوقت في اول خطوه في الفيتش هيدي الادرس بتاعه لمين؟ البوينتر بتاعته دلوقتي الميموري بوينتر اللي هو بالنسبه لها هيبقى ايه يا جماعه؟ الادرس. احنا بنتكلم عن سبيشيال كمبيوتر اللي هو بالنسبه لنا اللي هو التركيب بتاع مين؟ الفيزا الكمبيوتر اللي هو عمله كمان وزي ما زميلنا. يبقى دلوقتي انا اول اثنين بوينتر اثنين قصدي ريجستر اكون يا يوسف ايه اشار ليهم. طيب ايه تاني؟ لان ايه تاني ممكن نستنتجه من الحجم بتاع الميموري في موضوع احنا بنتكلم عن انترنال ريجستر؟ الميموري ممكن تلتبك بايه؟ الداتا ريجستر طبعا اكون مهند بقى. بص على العنصر الثاني في السايزنج اللي هي الاري بتاعته 4 كيلو، انا عندي 4096 ميموري لوكيشن، لكن كل ميموري لوكيشن منهم هيكون 16 بت. هيكون 16 ايه؟ واحنا لسه قايلين ان الميموري دي هتهولد ايه او ايه؟ انستراكشر او اوبرنت. يبقى انا دلوقتي عايز حاجه تهولد داتا اللي هي الاوبرنت وحاجه تهولد الايه؟ هيبقى كده عندنا كام ريجستر في الدايره دلوقتي؟ اثنين. اول ريجستر الداتا ريجستر اللي هو الزميل قال عليه، ثاني واحد الانستراكشن. يبقى الزميل زي ما هو قال يبقى انا عندي الورد لينس كان 16 بت، صح كلام؟ فالزميل بدا يستنتج اثنين ريجستر دلوقتي مبدئيا. اول ريجستر قال لي عندي اللي هو الانستراكشن ريجستر، والريجستر الثاني اللي هو الداتا ريجستر، وكلاهما كان كام بيت حبايبي؟ 16 بيت. طبعا ده ارتباط وثيق بالورد لينس. طبعا واضح جدا من المسميات بتاعه الريجستر داتا ريجستر يبقى بيهولد الاوبرام ما بيهولدش الانستراكشن بطريقه الحال، وعندي الانستراكشن ريجستر يبقى بيهولد ايه يا جماعه؟ الانستراكشن. وكلاهما بكام بيتس يا جماعه؟ 16 بت. ليه؟ لان الاوبرند اللي هيبقى موجود هنا او الانستراكشن اللي موجود هنا المفترض ان هو هيخزن في احد هذين الريجسترين اللي هو الانستراكشن ريجستر او الداتا ريجستر. طيب في برضه لسه حاجات مرتبطه بهذا الامر هذكرك. مثلا احنا عارفين ان احنا عمليه البروسيسنج بالذات اللي هي اللوجيك بروسيسنج او الاكسبريمنتال بروسيسنج بتتم في الاريثماتيك مثلا زي الاد والاند وما شابه، بتتم في الاوبرند اللي موجود في الداتا ريجستر واوبرند تاني بس مش هيحصل عمليه البروسيسنج جوه الميموري. يبقى الاوبرند التاني ده هيكون في حته شبه في الاكيوميليتر، عشان كده لابد ان احنا نعمل ايه يا جماعه؟ اكيوميليتر او ما يعرف بالبروسيسور ريجستر بي سي اختصار لكلمه اسمها الاكيوميليتر او المتراكم، ساعات بيسموه المتراكم بالعربي او المجمع بالعربي. لكن الاكيوميليتور هو عباره عن ريجستر بيكون هو طرف اصيل في اي عمليه بتتم، يعني انا بعمل عمليه اند ما بين تو اوبرند واحد منهم هيكون في الداتا ريجستر، الثاني على طول يكون فين يا جماعه؟ في الاكيوميليتور. عايز اعمل اد ما بين اثنين اوبرند يبقى واحد منهم هيكون فين؟ في الاكيوميليتور والثاني هيكون فين؟ في الداتا ريجستر. لو انا بعمل لود او ستور، انا بعمل لود لاوبرند او ستور يبقى على طول في وان ريجستر هيتعامل مع الميموري. كلمه لود يبقى انا بتكلم من ايه؟ هاخد من الميموري حاجه. ستور يبقى اخزن في الميموري حاجه. يبقى هنا كلمه لود او ستور لما بتكلم في الانستراكشن ست يبقى اذا طرف ميموري الطرف الثاني ريجستر. ما احنا عندنا كذا ريجستر، لا خلاص ما عادش الكيزر ريجستر هو اللي اختياره هو مين؟
الاكيميليتور. هو مين حبيبي؟ الاكيميليتور. عشان كده دايما بنقول لك ان الاكيميليتور بنسميه ساعات ايه يا جماعه؟ بروسيسور ريجستر. بروسيسور ريجستر بنسميه للعمليه بتاعتنا او البروسيسور بتاعتنا. طبعا واضح جدا ان هو هيكون كام بيت حبايبي؟ 16 بس. في كمان حبايبي ممكن؟ لا في حته كده كمان اتفضل. تندوري ريجستر اللي هو يعني ريجستر مؤقت. قلنا في المحاضره اللي فاتت بحاول بسرعه كده اذكرك باللي ضاف معانا في المحاضره اللي فاتت عشان اللي كان متغيب يبدا يخش في الايه؟ يعني في المود بتاع المحاضره. لكن بسرعه يعني زي ما الزميل قال انا عندي تندوري ريجستر. تندوري ريجستر ده من اللفظ بتاعته مخزن مؤقت. مخزن مؤقت في ايه؟ ممكن في عمليه الكودنج. وانت بتعمل كودنج يبقى انت محتاج ان انت تهولد الاولد ريزلتس وبعد كده تعمل بروسيسنج معينه هيتغير طبعا لذلك محتوى الاكيوميليتور فور اكزامبل. وبعد كده عايز ترجع المحتوى القديم للاكيوميليتور تاني فين؟ في الاكيوميليتور. يبقى احنا محتاجين مكان مؤقت نخزن فيه. فالمكان المؤقت ده في ابسط صوره هو ايه؟ التمبرري ريجستر. طبعا واضح جدا ان برضه ان هو هيهولد اوبراند. طالما هيهولد اوبراند يبقى الورد ليست بتاعه كام؟ 16 بت. يبقى برضه 16 بت. هو ملاحظ ان احنا دايما واحنا بنتكلم من خلال استقاء هذه المعلومات من خلال ارتباطها بمين يا جماعه؟ الميموري. يعني هنا دلوقتي بتكلم عن الاوبراند والادمستراكشن. يبقى هنا بتكلم عشان كده بنقول الورد لينز دي احتمال تكون كام حاجه يا حبايبي؟ حاجتين. اما ان هي يا جماعه؟ اسمع صوتك اوبراند او ايه يا حبايبي؟ انستراكشن. يبقى هنا واحنا بنتكلم على الاوبراند يبقى بنتكلم على الداتا ريجستر الاكيوميليتور التمبري ريجستر. واحنا بنتكلم على الاستراكشر جدل في مكان هنا بنت انجي اصلا في مكان هنا لو حبيت تطولش. يبقى هنا يبقى بتكلم على اوبراند يبقى بتكلم على داتا ريجستر او اكيوميليتور او تمبري ريجستر ده بيهولد اوبراند او داتا. ولو انا بتكلم على الاستراكشر يبقى انا بتكلم على ايه؟ على الاستراكشر ريجستر. طبعا انا سمعت بعضكم دلوقتي كان بيتكلم على الايه يا جماعه؟ انبوت وايه؟ اوت. هنا انا مش بتكلم على مايكروبروسيسور او كمبيوتر معزول. مش بتكلم على كمبيوتر ايه؟ معزول. انا بتكلم على حاجه النتائج بتاعة الكمبيوتر عايز اخرجها لليوزر. مش كده؟ الداتا اليوزر عايز يعمل عليها اوبريشنز معينه ساعات ممكن بالكود بيطلب داتا من بره. يبقى انا محتاج انبوت ديفايس واوت ايه؟ ديفايس. طبعا مين اللي هيستقبل الكاركتر اللي جاي من الانبوت ديفايسز؟ ادي في ريجستر. لان مش الانبوت ديفايسز مش هيخش على طول يلود الداتا في الميموري على طول مش منطقي مش كده؟ يبقى انا محتاج حاجات متعلقه برضه بالانبوت اند اوتبوت. كاركترز او الانبوت اوتبوت ديفايس. يعني ايه انبوت اوتبوت ديفايس؟ اللي هو ديفايس افضل لان الانبوت والاوتبوت ديفايس هيدخلوا داتا. لو على اعتبار ان انا عندي انبوت ديفايس يبقى الكاركتر اللي هيخش من الكيبورد او هيخش من الكيباد او وات ايفر هيدخل الداتا ازاي؟ هيخش ستريم داتا يعني بيت باي بيت يعني كاركتر ات تايم كاركتر واحد في الايه؟ في المرة الواحدة. يبقى إذا أنا محتاج إنبوت ريجستر أو لو أنا بطلع كاركترز على الشاشة على السكرين أو على ال سي دي بتاعتك أنا محتاج أطلع الداتا ديت من أوتبوت كاركتر أو أوتبوت ريجستر. يبقى إذا لو إحنا بصينا دلوقتي على الإنبوت أو الديفايسز يبقى هي ليست لها علاقة أو ليست لها اتصال مباشر بالميموري ولا بالاكيميليتور معايا لكنها اتصالها المباشر بمجموعة من الريجسترز. طبعا اللي هتتصل بالانبوت بورد هتبقى اسمها انبوت ريجستر اللي هيتصل بالاوت بورد هي اسمه اوت ايه يا جماعة؟ اوت ريجستر. ونظرا ان انا في كل مرة هتعامل مع وان كاركتر او بالضبط بمعنى ادق مع الاسكي كود للكاركتر اللي هو كام بيت يا شباب؟ 8 بت. يبقى اذا السايزنج بتاع الانبوت بورد هيكون 8 بت. كذا الحال السايزنج للاوتبوت ريجستر هيكون 8 بت. وبكده يكون
يكون عندنا اكتمل مجموعة الانستركشن سيت اللي كان يوسف بيكلمنا عنه. يوسف بيقول اما اجي اتكلم على الانترنال كمبيوتر اورجانيزيشن انا مش يهمنيش الديفينيشن قوي قد ما يهمني وانت اما يطلق اما يتقال لفظ انترنال كمبيوتر اورجانيزيشن هيبقى انطباعك عن اللفظ ده ايه. فيوسف قال لي انطباعي عن اللفظ ده اما نيجي نتحدث عن الانترنال كمبيوتر اورجانيزيشن اول ما هيجي فطار في دماغي كفارة الانترنال ريجسترز اللي انا اتعامل معها هي ايه. احنا اتكلمنا على اول جزئيه اجابه يوسف قلنا ان احنا دلوقتي عندنا 8 ريجسترز. عندنا كام ريجستر حبايبي؟ 8 ريجستر. استنبطناها منين؟ استنبطناها من الديتيلز بتاعه الميموري ومن الديتيلز بتاعه الانبوت اوت ديفايس. يبقى هنا اتكلمنا ان احنا محتاجين حاجه تهولد الاوبرنت يبقى محتاجين داتا ريجستر اكوميليتور تمبر ريجستر. محتاجين حاجه تهولد الانستراكشن يبقى محتاجين الانستراكشن ريجستر. محتاجين حاجه تهولد الادرس يبقى محتاج بيونتر يشاور على الميموري اللي هو الادرس ريجستر وبيونتر اخر او ريجستر اخر يهولد الادرس اوف النكست انستراكشن. يبقى احنا بنسميها بروجرام كونترول ادرس ريجستر. اللي احنا قلنا ان احنا عايزين نفصل الفيتش عن الاكسكيوت. عايزين نفصل ايه يا جماعه؟ الفيتش عن الاكسكيوت. يبقى الاكسكيوت يبقى انا بعمل اكسكيوشن للكرنت انستراكشن. الفيتش يبقى انا عايز اجهز للايه؟ للنكست انستراكشن. فعشان كده عايز كام ريجستر؟ 2 ريجستر. واحد هيهولد الادرس اوف نكست انستراكشن قصدي الادرس اوف نكست انستراكشن وواحد يهولد الايه؟ الادرس اوف كرنت انستراكشن او يهولد بمعنى ادق مش كرنت انستراكشن فقط ممكن يهولد الاوبرنت الادرس بتاع الايه؟ الاوبرنت. ممكن يهولد الادرس بتاع الايه؟ الاوبرنت. يعني ممكن عايزين نفتش اوبرنت يبقى برضه الادرس هيكون فين؟ في الادرس في ريجستر. اخيرا قلنا ان احنا هنتصل مع الاكسترنال وورلد اللي هو العالم الخارجي من خلال الانبوت ريجستر ومن خلال الاوت ريجستر. الانبوت ريجستر هيتصل بالانبوت بورت اللي متصل بيه الانبوت ديفايس. الاوت ريجستر هيتصل بالاوت بورت اللي متصل بيه الاوت ديفايس. الحمد لله على السلامه يا منصور. معايا كلاهما هيستقبل وان كاركتر. يبقى اذا الكاركتر الاسيتون بتاعه 8 بت يبقى اذا هيبقى السايزنج بتاعي 8 بت كبس 8 بت في السايزنج. احسنت يا يوسف اشكرك. تمام يا يوسف اجابتك رائعه والصراحه ذكرتنا بحاجات جميله جدا جدا. اخونا يوسف كان بيتكلم شويه عن ان مش ده العنصر الوحيد اللي هنتكلم عنه. احنا هنتكلم عن حاجه اسمها يا جماعه timing and control في تعرفنا الدقيق لكلمة الانترنت كمبيوتر اورجانيزيشن هو في الامانه في البدايه قال لي تحب اقول لك تعريف ولا تقول لي ولا اقول لك مفهوم؟ فهو قال لي قول لي مفهوم فقال لي ثلاث عناصر. طب مين فاكر كده تعرف حضرتنا البنات كده يكون فاكرين ده؟ حد يمكن يقولوا لي منكم كده اي حد منكم يقول لي ما هو تعريف الانترنت كمبيوتر اورجانيزيشن از ا ديفينيشن كتعريف؟ مش ما عنديش مشكله تفتح المحاضره اللي قبلها على طول. اقلب الكشكول هات بتاع اخر ديفينيشن اللي لناه حتى مليناه كسياره مليناه. ها يلا مين يعرف؟ مين يعرف على الكشكول بتاعه؟ يلا يا مروه. مروه بس اقلب الكشكول مش مشكله. لسه حبيبي لو سمحت اتفضل اتفضل يا بنتي. سيكونس اوف مايكروبريشن ذات بيرفورم اند داتا ستور. كلام جميل جدا كلام رائع جدا كلام رائع اللي اتقابلنا دلوقتي. قال لي كلمة مروة قالت إجابة صح إجابة ممتازة. تقول الانترنال يعني أخونا يوسف كان بيتكلم عن كونسيبت رؤيته لمفهوم الانترنال ريجسترز الانترنال اورجانيزيشن فقال حاجات مستنطقة بيه يعني مواضيع هنتكلم في المواضيع مش في الديفينيشن طبعا يفضل انت تبقى عارف الاثنين. المواضيع هو ان انا ايه الموضوع الاولاني الانترنال ريجسترز، ايه الموضوع الثاني التايمنج، ايه الموضوع الثالث كنترول استراكشر، ايه الموضوع الرابع الانستراكشر سيت. لو انا عندي مفاهيم واضحه في المواضيع الاربعه دي يبقى انا فاهم كمبيوتر اورجانيزيشن. ده كلام يوسف. دكتور مروه قالت سيكونس اوف مايكرو اوبريشن ذات
الميكروفون اون داتا ستور ان اتس ان استراكشر ان اتس انترنالز. الريشه ده مش مميزه على الكلام اللي قاله يوسف. هتلاحظ ان احنا بدل كده ايه؟ اتفضل يا حبيبي. زي ما جسد يوسف قال ان الموضوع هيكون فيه علاقه مع الانترنال جسد. كلمه سيكونس معناها ايه؟ تتابع. معناها سيكونشال. فاكرين كده سيكونشال؟ الدوائر الايه؟ متتابعه. يعني ايه متتابعه؟ يبقى في حاجه هتتم في زمان وفي حاجه مطبوعه في حاجه بتتم في زمن اخر، مطبوعه في حاجه هتتم في زمن ثالث ورابع وخامس وهكذا. فبيتكلم اكون كان يوسف كان بيقول لنا عايزين نتكلم عن ايه؟ التايمنج. التايمنج دي جت في نهايه الزمنيه، ما ذكرش كده تايمنج. لا بس هي اتفهمت من مضمون كلمه ايه يا جماعه؟ سيكونس. سيكونس يبقى في حاجه متتابعه، يبقى متتابعه، يبقى في اجراء بيتم الاول وبعد كده اجراء بيتم بعد ذلك ثم اجراء ثالث ثم اجراء يترتب على الاجراء. وكل ده في تايمنج مختلف، يبقى لازم اخونا يوسف كان عندنا ناخد بالنا من الايه؟ التايمنج. واخد بالك؟ في حاجات هتتعمل لها ستور، في حاجات هتتعمل لها لود. مش كده؟ لان هو بيقول لي ايه؟ على الداتا اللي الاوبريشن دي هتتم على ايه؟ على اوبرند او ايه؟ داتا موجوده فين الداتا دي؟ في ريجستر. طب الريجستر ده مش عايز ايه؟ فيتش ميموري اوبرند من ميموري ويتحط جواه، او لود اوبرند في الميموري او ما شابه. في عمليات كنترول سيجنال، هعمل لود ولا هعمل ستور، ومين اللي هيعمل اللود ومين اللي هيعمل ستور. وبعدين البروجرام كاونتر ده مش لازم يحصل له انكريمنت علشان يجيب النكست انستراكشن، يبقى مين اللي هيخلي الريجستر يحصل له يعمل انكريمنت. السيكونس كاونتر لو تفتكروا في زمان عشان ترجع للتايم زيرو لازم تعمل له كلير. يبقى دي كلها عمليات، مين اللي هيتحكم فيها؟ كنترول انستراكشن. يبقى الديفينيشن ده المفروض انه ضمنيا يتضمن الكلام اللي قاله يوسف، يعني ليس مع التعارف مع التعريف اللطيف اللي قالته قلت له مروه، مع التعريف مع الكونسيبت الجميله اللي كان بيقولها ايه يا جماعه؟ يوسف في طلقات، بس كان دورك كمهندس اللي انت توجد هذا الترابط عشان لما تيجي تقرا حاجه يبقى تقراها بعمق بدل ما بتقرا مجرد ديفينيشن. وصل يا شباب؟ يبقى كلمه سيكونس جابت لنا كلمه التايمنج، كلمه اللي هي الداتا ستورد ان اتس ريجستر جابت لنا مفهوم الانترنال ريجستر والايه؟ والكنترول استراكشر. طبعا اكيد الاوامر دي او الكود اللي انت هتكتبه محتاج سيت اوف ايه؟ انستراكشر، مجموعه من الايه؟ الاوامر. نبدا بيها، بس قبل ما نبدا بيها تعالى نشوف السيكونس ده هيتم ازاي او التايمنج ده هيتم ازاي. في المحاضره اللي فاتت انا كنت اديتك نص دايجرام، نص شكل كده ما كانش مكتمل. قلنا ان احنا هيبقى عندنا تعالى بالمفهوم اللي اختنا الفاضلة مروة قالته، تعالى نعمله هاردوير. هو احنا دماغنا لازم تشتغل في الهاردوير شوية. أنا لو قلت الهاردوير أنا مش هديلك كده فجأة، هديلك بالتدريج. حاول نستنتجه، حاول إيه يا جماعة؟ عايزين نستنتج الديزاين اللي احنا هنعمله بالكونفلوينس. معايا؟ فالديزاين هعملها بلوك دايجرام، والبلوك دايجرام افتحه من جواه ونعمل ايه؟ سيركل دايجرام. الفرق ما بين كلمه بلوك دايجرام، بلوك دايجرام مش شرط ايه؟ مربع. سيركل دايجرام يبقى كله مربع كده هلان. عظيم. كنا من لحظات كنا بنتكلم على الاستراكشر ريجستر. صح يا حبيبي؟ ولسه اخونا يوسف وانتوا بمساعدتكم قلنا الاستراكشر ريجستر كام بيت يا شباب؟ 16 بيت. ريهولد ايه يا جماعه؟ هنبدا نتكلم بقى ان دي بيولد ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله تقريبا في المحاضره اللي فاتت، كنا بندور في المحور ده في المحاضره اللي فاتت مع بعض التفاصيل هنوضحها اكثر في المحاضره. تقابلوا لو كان في اي استفسار في الجزئيتين اللي احنا ذكرناهم، لو حضرتك عندك استفسار اطرحه الان. اي استفسار في الكلام اللي اتقال ده يا شباب؟ كلهم فاهمين يا شباب؟ عظيم جدا. كنا لسه من شويه كان اخونا الفاضل قال لك الانستراكشن ريجستر 16 بت في هولد الانستراكشن. ايام زمان اول محاضره الترم الماضي بنتكلم في المايكرو بروسيسور كنا بنقول ان الكنترول ريتس بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ كود ولا بيكون كود؟ كود اند يبقى انا عايز اعمل حاجتين.
هتعمل ديكود انتربريتيشن ترجمه للكود اللي هو بيقول ده. الاستراكشر دي استضافه في النهايه هيبقى في مجموعه من الارقام. يعني ممكن كده تعالى نكتب اي كود بقى يا جماعه اي ارقام اللي بتطلع سبوره مش بالضروره تكون هي الارقام اللي المايكرو سيستم عمل لها رقم. لكن فور اكزامبل يعني لو احنا تخيلنا مع بعض كده ان 16 بت بتوعنا هيكون بالشكل ده نشوف كده. كنا بنقول لو احنا فعلنا احنا فعلنا
زمان ناس اختاروا لي حته من الاثنين امسحها دي ولا دي؟ دي؟ لهناك؟ حاضر عشان بس عايزين نستقبل من هنا انا عايز اربط الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بده الايه؟ الهاردوير اللي انا هعمله دلوقتي حالا يبقى اذا نبدا الاجراء دوما الستارت في الستارت بيبقى دوما سيكونس كوانتم استخدمنا المظاهر تقول سيكونس اوف سيكونس اوف يبقى اذا ان في عمليات ايه متتابعه لما كنا بنسرع ده محتاج الكوانتم بقى عشان يعد الاجراء الاول الاجراء الثاني الاجراء الثالث السؤال يبقى انا بدايه انا عايز الكوانتم او ما يعرف بيه الاس سي اس سيكونس سي كوانتم يبقى الاس سي ده شود بي كلير يعني لسه ما عملتش حاجه لسه ايه ما عملتش حاجه معنى ان هو كلير معناها ان انا عندي تايمنج تايمنج ايه يا شباب ها زيرو عايزكم احنا قلنا اتنوينا على الكلام ده المره اللي فاتت بس عايزين نعمله كده في حقيقه الشرط يبقى اول ما تعمل سيكونس كوانتم تساوي كام زيرو يبقى اذا انا في الانيشال تايمنج في الانيشال تايمنج دايما لما نيجي نتكلم على حاجه انيشال بنقول ان هو ايه يا جماعه زيرو يبقى كي زيرو الانيشال تايم اللي هو اول بوزيتيف ايج حاله السيكونس سيركتس اول بوزيتيف ايج هيوصل معناها ان دي بدايه التايم اللي هو التي زيرو التي زيرو انا بعمل عمليه الفيتش بعمل عمليه ايه يا جماعه؟ الفيتش يبقى التي زيرو يبقى هنا بنتكلم على الفيتش الفيتش معناها ان انا عايز المومنت بتاعتي بتظهر هنا مثلا اهي يبقى انا عايز اشاور على لوكيشن معين طبعا قلنا البوينتر بتاعنا اللي هو مين يا جماعه؟ البروجرام كوانتر طبعا الانستراكشن بتاعي ده قد يكون طبعا هنا يبقى اذا هنا محتوى الادريسنج بتاعي او البوينتر بتاعي هو محتوى الريجستر اللي هو اللي اسمه الادرس ريجستر صح الكلام حبايبي؟ اتفضل يا حبايبي تمام؟ طيب الادرس ريجستر ده لابد انه يتنقل له الادرس اللي موجود في ناحيه يا شباب البروجرام كوانتر احنا قلنا ان البروجرام كوانتر هيهول النكست الاستراكشر ادرسنج قلنا ان هو مش بوينتر يعني مش هو ده اللي انا هشاور بيه فين في الميموري قلت البوينتر هو الادرس ريجستر طيب انا الادرس ريجستر ما فيهوش حاجه او ما فيهوش الاوبراند او الاستراكشر اللي انت عايز تعمله فيتش يبقى اول اجراء اللي انا عايز اعمل ايه؟ هاخد الادرس اللي موجود فين؟ البروجرام احطه فين حته؟ عشان اعمل بوينت لمين؟ للموجب عشان اعمل بوينت للايه؟ للموجب يبقى الاجراء الاولاني اللي هيتم في الحته دي بقول له ان محتوى البروجرام كوانتر هتاخده وتحطه فين حته؟ ريجستر عمليه الفيتشنج لسه ما اتعملتش انا مجرد بس ايه يا جماعه؟ شاورنا طب اما شاورت على الميموري لوكيشن يبقى اول حاجه دلوقتي ان انا خدت محتوى البروجرام كوانتر وحطيته في الادرس ريجستر اصبح ان الادرس ريجستر بيشاور على ايه يا جماعه؟ على ميموري لوكيشن معين تمام؟ الميموري لوكيشن معينه ان هي مفترض لو احنا بنتكلم على فيتشنج للانستراكشن لا زمان عايزين نعمل كده يبقى كان محتواها كان في 1 6 3 اف اتش طبعا الكلام ده هيكس ديسيمال الكلام ده يا جماعه هيكس ديسيمال يبقى اذا المفترض ان انا عشان اعمل فيتش يبقى اذا هذا المحتوى اللي موجود قدامي ده لازم اخده طبعا بما ان انا مسبقا بقول ان انا عايز اتكلم على الانستراكشر ريجستر يبقى انا مسبقا كده هفترض ان في سياق الكلام بتاعي ان المحتوى الميموري لوكيشن ده ليس اوبرند وانما هو ايه؟ الانستراكشر يبقى اذا هذا المحتوى اكيد هقدر اعمل بيه هولدنج في الانستراكشر ريجستر صح كلام حبيبي اللي هو المفروض الرقم ده اللي هو يبقى هنا هيبقى 0001 السته هتبقى 0110 الثلاثه هتبقى 0011 الاف هيبقى هنا 1111 ده المفترض الاجراء اللي تم
معايا يبقى اول اجراء انا خدت البروجرام كوانتر معايا البروجرام كوانتر وحطيته من حته في الادرس ريجستر عند التايمنج ايوه يا جماعه ادي شيء ده الاجراء كده الكلام اللي الدكتوره الفاضله بتقول السيكونس اوف مايكرو هذا الاجراء الرسم اللي انا عملته دي ساعات بيسموها في بعض المراجع بيسموها ريجستر ترانسفير سيجمنت ريجستر ترانسفير سيجمنت او ساعات بيسموها ايه يا جماعه مايكرو اوبريشن طبعا الموست يوزد بنسميها ايه يا جماعه مايكرو اوبريشن بس برضه في اشاره او دلاله حاجه اسمها ريجستر ترانسفير ان في داتا تالت ريجستر تو ريجستر ريجستر ترانسفير يبقى اذا عند تي 1 في زمن اخر تتابع اخر يبقى احنا بنتكلم عن تايمنج اهو يا شباب بنتكلم عن ايه يا شباب؟ عن تايمنج يبقى في تي 1 جيت دلوقتي انا ما عملتش الفيتش انا مجرد بس شاورت يعني انا كده رحت عامل كده كده مثلا يعني انت في احد التلامذه انت بتشاور عليها ليه؟ هو لسه ما يعرفش انا عايز منه ايه؟ لا اقول له اطلع بره ليه؟ خلاص معايا فبقول فهو منتظر مني حاجه معينه اه انا سويت على نمبر لوكيشن طب انت بتشاور على نمبر لوكيشن ليه؟ عشان اعمل منها ريد ولا رايت؟ مش كده؟ اه ريد يبقى انا عندي كنترول سيجنالز هيحدد لي اذا كنت عايز اعمل ريد اور رايت انا في كنت في سيجنالز هتقول لها اه انا بشرع نمبر الكوليكيشن ده عشان اقرا فاكرين بقى الكلمه اللي كان بيقولها يوسف كنترول ايه يا جماعه؟ انستراكشن لازم يبقى في حاجه معينه تعرفني انا والريجستر والريجستر اللي انا هختاره ده هيعمل ايه؟ انا دلوقتي اخترت نمبر الكوليكيشن عشان تعمل من النمبر ايه؟ النمبر انا عارف ان هي تعمل فيها ريد يا تعمل فيها رايت يبقى انا لازم افعل الايه يا جماعه؟ الريد يبقى انا فهمت من كده ان البوينتر بتاعي بيشاور على النمبر لوكيشن هذه النمبر لوكيشن هعمل فيها منها عمليه ريد يعني بمعنى اقدر هاخد محتواها احطه في حته يا جماعه في الانستراكشن ريجستر خلال عمليه الريد يبقى بقول ان النمبر لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر صح كده يا حبايبي؟ صح الكلام؟ يبقى النمبر لوكيشن الموضع اللي انا بشاور عليه باستخدام مين؟ الادرس ريجستر هاخده حط من حته يا جماعه بتاع احبابي الانستراكشن ريجستر ادي اللي حصل ده الاجراء ما بعد اجراء بعد الايه تنفيذ الميكرو اوبريشن ده يبقى انا عملت كام ميكرو اوبريشن متتابعين ولا مع بعض؟ متتابعين ليه؟ ان واحده تعمل عند تي نوت والثانيه تعمل عند كام؟ تي 1 صح الكلام؟ يبقى اذا هنا اصبح بعد اتمام الميكرو اوبريشن ده اصبح بقى عندي كرنت انستراكشن تو بي اكسكيوتد كده عملت فيتش كده عملت ايه يا جماعه؟ فيتش صح؟ طالما عملت فيتش للانستراكشن عملت احضار للانستراكشن بقى عندي انستراكشن بنسميه كرنت انستراكشن تو بي اكسكيوتد عندي نوع عندي محتوى دلوقتي عايز او اجراء دلوقتي عايز ايه؟ يتنفذ انا لسه ما نفذتش لكن انا عملت له ايه بس؟ فيتش بقى اصبح عندي بمجرد ما الفيتش دي تمت بقى عندي كرنت انستراكشن يبقى يلزم لازم يبقى عندي ايه؟ فيكس هو امتى يبقى عندي فيكس انستراكشن؟ لو البروجرام كوانتر محتواه زاد المقدار كام؟ يبقى في الاجراء ده برضه بقوم قايل ان محتوى البروجرام كوانتر لابد ان يحصل له انكريمنت بالمقدار كام حبايبي؟ واحد يبقى انا كده اما اجي هشاور على النكست انستراكشن اللي موجود في الموقع في الاجراء ده بقى اسرع في اللحظه دي عندي تي واحد بقى عندي كام امرين كرنت انستراكشن بي اكسكيوتد وايه يا جماعه؟ نكست انستراكشن وايه يا جماعه؟ يبقى في تي نوت وتي واحد عملنا الفيتش سيكونس اوف اجراءات بتتابع في تايم معين كلام بقى يوسف والكلام ده لازم الاثنين يفهموا مع بعض مع الدياجرام مع الهاردوير لازم يبقى في تلاعب ما بين الثلاثه دلوقتي اصبح تي نوت وتي 1 تم يبقى عمليه الفيتش تم عمليه الديكود تبدا في التايمنج 2 عند تي 2 تايم 10 طبعا هنا الكونتر اللي احنا بنسميه ايه يا جماعه؟ يبدا يعد كان الاول عدى 0 بعد كده عدى 1 بعد كده بعد العدى 2 بعد كده العدى 3 اند سو اون مش كده؟ انا دلوقتي عند التايمنج تي 2 ببدا مرحله الديكود مرحلة الديكود بجاوب فيها عن ثلاث أسئلة بجاوب فيهم عن ثلاث أسئلة هل الريجستر بتاع الانستراكشن بتاعي ده ميموري ريفرنس ولو كان ميموري ريفرنس ويتش وان أنا عندي أكثر من أمر متعلق بالميموري معايا أنا واحد فيهم
ولا ريجستر ريفرنس ولا ريجستر ريفرنس انا واحد فيهم ولا ميموري اوت ديفايسز انا واحد فيهم. تاني حاجه لو ميموري ريفرنس هل هناك ادرس مرتبط بميموري عشان اجيب الاوبرند وهذا الادرس يا ترى دايركت ولا اندايركت؟ اسئله متعدده صح الكلام. بس عشان ابداها ببداها بالاتي باخد البيت بوزيشن رقم 15 اللي هم خصابين الانستراكشن ريجستر بحطها في الاي بيت بحطها فين يا حبايبي في الاي بيت في اول اجراء تبقى اهي حضرها يا حبايبي اخدها احطها في فليب فلوب هسمي الفليب فلوب دي يا جماعه اي فليب فلوب طبعا هاردوير بقى مكان دلوقتي هاردوير الاستكشن ريجستر ده عباره عن ريجستر احنا عارفين الريجسترز بتاعتي بارل الان بارل الاوت بارل الان يا جماعه بارل الاوت بارل الان لان الداتا بتاعتي اللي على الكومن بس اخدها احطها فين في الانستكشن ريجستر بارل الاوت فبارل الاوت هيرتبط باكثر من حاجه لان الداتا تطلع برضه بشكل ايه بارل يبقى هنا ديت لاتش ممكن تكون لاتش او تقدر تبقى فلي فلوب اللي يريحك هنخليها فلي فلوب لان معظمكم بيتعامل مع الفلي فلوب فلي فلوب من النوع الدي فلي فلوب محتاج 1 انت محتاج ايه 1 انت يبقى فلي فلوب من النوع الدي فلي فلوب بنسميها الاي فلي فلوب او بنسميها اللي من خلالها اعرف اذا كان دايركت ولا اندايركت طبعا هنا على حسب البيتس دي هعرف اعمل سيت اور ريسيت للفلي فلوب اي يعني لو كانت الانبوت بزيرو يبقى اذا الفلي فلوب هتبقى ريسيت لو كانت 1 الانبوت بتاعها هيبقى ايه ست يعني بمعنى اضافه الاوت بتاع الفليب فلوب هيعكس حاله الفليب ايه الاي بيت لو كانت ريسيت يبقى الاوت بتاعها بزيرو لو كانت ست يبقى الاوت بتاعها بكام؟ طبعا ده سيجنالز هتروح على الكنترول يونتس بتاعتي اللي احنا بنسميها كنترول لوجيك جيتس اللي احنا اللي هي الكنترول يونتس بتاعتي اللي احنا هنصممها مع بعض طبعا دي احنا هنصممها مع بعض بعد ما نجيب كل البيرل اكسبريشنز اللي بتصف كل عمليات المايكرو اوبريشن ده او المايكرو كومبيوتر ده خد بالك فانا اعرفها تبعنا انا بس بتكلم عن بلوك دايجرام طبعا ده هنعمل له ديزاين ازاي هنعرف مع بعض في المحاضره الحكومه المكمله نعمل الارض ديزاين لكن عايزين نجيب كونسيبت عام يبقى اذا خارج الكلام ده هيخش على المكان ده او كان اللاتش ده او وضعيه اللاتش هل هي ست ولا ست ايا كان يبقى الاوت بتاعها هيروح على الكنترول لوجيك جيتس اللي هي ايه مش مهم دلوقتي في الحلقه دي هي بس من الاي دي ان هل ده اصنف بس لما نيجي هنا نشوف هنصنف ازاي يبقى اول اجراء ان انا عندي الانستراكشن ريجستر تحديدا البيت نمبر 15 بالبوزيشن 15 لان احنا بنبدا بالبوزيشن كام يا جماعه هنا؟ بيت بوزيشن 0 هنا لقيت كام؟ بيت بوزيشن كام؟ 11 وهنا عندنا بيت بوزيشن كام يا جماعه؟ 12 وكام؟ و13 وكام حبايبي؟ و14 طيب كويس عندنا بعد كده عندنا البيت بوزيشن بتاعنا اللي هي البيت بوزيشن بتاع الانستراكشن ريجستر اللي هو من البيت رقم 12 للبيت رقم كام يا جماعه؟ 14 من 12 ل 14 يبقى الحدود كام؟ 13 يعني 12 و13 وكام؟ 14 دول هيروحوا للديكودر الديكودر ده واضح ان هو كان في كام يا حبايبي؟ 3 8 ديكودر طبعا معنى كده ان احنا عندنا هنا 8 اوت دي نوت دي 1 الى ان نصل الى دي 7 فاكر ده
الكود. عندي الثلاثه ايمز هومن اللي هم بينظروا لي الاوبريشن كود. طبعا هنا على حسب التفعيله بتاعتنا دي او على حسب التصميم اللي هنعمله ده عندنا هيطلع لي على حسب الكود اللي هيخش هنا هيطلع الاوتبوت اللي هنا واحد منهم هيكون هاي وده هيكون ايه يا جماعه؟ طبعا برضه كل الاوتبوتس دي برضه هتخش على الكنترول يونتس عشان المفروض الكنترول يونتس هي اللي هتستنتج لي الاجراء بتاعي يتم ازاي. دي طبعا القراءات من جي نوت الى كام يا جماعه؟ لدي 7 الاوتبوتس بتاعتي. عظيم جدا. طيب نقف عند الحته دي شويه، ازاي يعني هيكتب الكلام ده؟ بس بعد ما نكتب الكلام ده يعني ده المفروض ان ده اللي هيعمل لي هيتعمل له ديكود. ديكود. يعني هيبقى عندي قراءات للدي نوت الى الدي كام حبايبي؟ الدي 7. هنقف هنا شويه. كنا بنقول هنا في الجزئيه دي في البيزك كمبيوتر عندي 7 انستراكشن 7 انستراكشنز ينتموا الى الميموري ريفرنس انستراكشن سيت. كنا بنقول في المحاضره اللي فاتت او في المحاضره اللي فاتت عندنا 7 اوامر اللي هم الان والاد. طبعا هشرح الاول دي كلها الان والاد واللود والستور والبرانش اللي هو كونديشنال وان كونديشنال. برانش في 2 برانشات وفي عندنا الاسكيب من المحتوى الميموري لو كان 0. عندنا 7 اوامر. طبعا الكلام ده كله اذكره ان ديتيلز لكن انا بس في المجمل بقول ان انا عندي 7 اوامر في البيزك كمبيوتر مرتبطين بالايه يا جماعه؟ بالميموري ريفرنس. الحته دي فيها ايه؟ لفه. عندي كم امر في الميموري ريفرنس؟ 7 اوامر. فلو تخيلنا ان احنا بنبدا في الكلام ده يبقى انا محتاج في الثلاثة بت محتاج 7 كود لان كل كود منهم هيشاور على الامر منهم مش كده؟ ان انا عندي مثلا الاند والاد واللود اكيميليتور والستور اكيميليتور والبرانش ولقيت اما نوصل للايه الاسكيب اف مثلا 0 وتقدر الايه الكلام ده هيتم ازاي؟ عندنا 7 كام ايه يا جماعه؟ يبقى اذا الكود ده محتاج 0 في الاوبريشن كود ده محتاج 1 مش كده؟ ده محتاج 2 الى ان نصل اخر حاجه يكون عندي كام يا جماعه؟ عندي كام؟ عندي 6. عندي تفضل يا عندي كام يا حبايبي؟ عندي 6. دي مجموعه الاوامر اللي هي بتتبع مين يا جماعه؟ يبقى اذا هنا اول حاجه هنفترضها بيقول عشان يكون الميموري ريفرنس بتاعتي او الامر بتاعي يحتاج يكون ضمن الميموري ريفرنس يبقى لازم اول حاجه الاوبريشن كود دي هتبقى من 0 نجيب حد كام يا حبايبي؟ 6. يعني بمعنى ادق لو انا دخلت هنا 0 0 0 هيبقى الاوتبوت دي نوت هو الاكتف والباقيين كله صفار. لو دخلت 1 0 0 هيبقى دي 1 هو الاكتف والباقي صفار. لو دخلت 5 0 1 1 0 1 هيبقى دي 5 هو الايه؟ الاكتف والباقي كله صفار. اخر كود هيتم عندي اللي هو الكود رقم كام؟ 6. اللي هو الكود بتاعه كام؟ 0 1 1 هيبقى كام دي كام يا جماعه؟ دي 6. يبقى اذا المحك مش ان انا اختبر السبعه هم التجربه. لان انا كده صعب عليا ان انا اختبر اعمل هاردوير تختبر الدي نوت وتختبر الدي 1 وتختبر الدي 2 وتختبر. يبقى انا يفضل ان انا اختبر انا كود انا الاول الدي 7. الدي 7 دي هي اللي هتعرفني لو كان الدي 7 دي بتساوي 0 يبقى طبعا الدي 7 دايما هتبقى في 0 مع الكود كام؟ 0 0 0. لان مين اللي هيبقى فاعل؟ بس انت عليا مين اللي هيبقى فاعل؟ دي نوت. يبقى بالدليل لا بالضروره لازم دي 7 يكون بكام؟ ب 0. طيب لو انا دخلت كود 1 0 0 هيبقى كام؟ دي 1 ودي 7 لازم هتكون بكام؟ ب 0. لو انا دخلت 0 1 2 هتبقى ايه كام؟ 2 ودي 7 هتبقى بكام؟ ب 0. طب لو دخلت اخر كود عندي طبعا انا همشي بكل الاكواد لو دخلت 1 1 0 هيبقى دي 6 هي اللي اكتف ودي 7 برضه بكام؟ ب 0. يبقى اذا انا الافضل بالنسبه لي ان انا اعمل تشيك على مين؟ على دي 7. اعمل تشيك على كام؟
يبقى مبدئيا لو البي 7 كان ايكوال 0 طبعا عشان تبقى ايكوال 0 بولين اكسبريشن هكتبها كده يا جماعه هل كومبلمنت يبقى هنا دي 7 كومبلمنت دي 7 ايه يا جماعه كومبلمنت ده دلاله على ان المحتوى هتبقى الاشاره دي بتساوي 1 لو كانت دي 7 بكام دي 0 طبعا لو دي 7 هتبقى بكام دي 0 فهو طبعا هنا الكنترول اللي يعمل الكلام ده الكنترول يبقى اذا هنا بدخل الكودز بتاعتي الاوبريشن كود بتاعتي عشان اصنف طبعا افرض بقى افرض كانت الدي 7 بتساوي 0 كانت الدي 7 بتساوي كام 0 احنا قلنا ان عمليات الادريسنج واحنا شغالين في ايام زمان قلت ان انا عندي كام مود في الادريسنج مع النمبرين مودين اما انا بقول دايركت او ان دايركت مين اللي يقول لي سكان الكود بتاعي ده او الادريس بتاعي دايركت ولا اندايركت اي ايه يا جماعه علشان كده بقول انا هاخد البيت بوزيشن رقم كام احطها في مين الاثنين دول مع بعض المفروض يجاوبوا لي اذا كنت انا ريجستر ريفرنس ولا ميموري ريفرنس ولا لا واذا كنت انا ميموري ريفرنس كنت هبقى دايركت ولا ايه لو بصينا للكلام ده دلوقتي هلاقي عندي الكود بتاعي اللي هو كام يا جماعه 100 100 اللي هو مين يا جماعه الو انا امر يبقى انا دلوقتي او المفترض ان انا كان الهاردوير هعرف ان طالما الاول كودر بتاعي الاول بتاع اللي هو الدي 1 هو اللي اكد يبقى اذا الكود اللي داخله هو 100 اللي هو عارف عنده ان هي اجراءات مين يا جماعه؟ اجراءات الاد اجراءات اللي هي عمليه الايه يا جماعه؟ الاد ادي اول حاجه طيب ده ينتمي طبعا لمين يا جماعه؟ النمبر ريفرنس طب الادرس اللي هيكون ده موجود ده هيبقى دايركت ولا اندايركت؟ هيروح لمين يا حاجه؟ لمين يا جماعه؟ الاي بت الاي بت كام؟ 0 هنا الاي بت ب 0 يعني هنا اي كومبلمنت الاي بت ب 0 يبقى الاي لما تكون ب 0 معناها ان الادرس اللي موجود عندك دايركت ادرس اتذكر ان انا فهمتك اوضحت الكلام ده في المحاضره اللي فاتت يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي وانا برسم الميموري لوكيشن دلوقتي اهو معايا؟ الميموري لوكيشن ده هو اداني الكلام ده للانستراكشن ريجستر اللي هو بالكود اللي احنا عملناه ده، يبقى اذا محتوى الانستراكشن ريجستر في اللحظه دي يبقى عند التي واحد لما هتكتمل عند التي واحد لما هيكتمل زي ما احنا رسمنا في الدايجرام هيبقى جواه 1 6 3 اف. عند التي 2 بدا يبقى عندي عرفت حاجتين عرفت حاجتين، أول حاجة عرفتها إن الدايركت بتاع إن الأدريسنج بتاعي من النوع الإيه يا جماعة؟ الدايركت أدريسنج. يبقى أدى الدايركت أدى الموجود. ده أول حاجة أهو. تاني حاجة عرفت إن الأمر اللي أنا هعمل له اكسبشن هو مين؟ اللي هو الإيه؟ الآية. طيب الجزء ده عبارة عن إيه يا دكتور؟ الجزء ده هاخده أحطه اللي هو الجزء اللي هو من الإنستراكشن ريجستر. من البيت بوزيشن 11 الى البيت بوزيشن كام يا جماعه؟ او من الزيرو لكام؟ 11 هحطه في الادرس ريجستر. خد بالك الادرس ريجستر كان الاول في محتوى مين؟ الانستراكشن. في محتوى مين؟ الانستراكشن. الانستراكشن ده جاوبت عن العمليه، العمليه دي قالت لي ان انا موجود في الامر اللي هو ايه يا شباب؟ اد والحته دي قالت لي ان انا دايركت ها؟ ادريسنج والجزء ده اللي هو المتبقي اللي هو كام؟ 6 3 اف اتش ده اللي هو 6 3 اف اتش بيقول ان ده عنوان الاوبرانت ده عنوان ايه يا جماعه؟ الاوبرانت ده عنوان ايه يا شباب؟ الاوبرانت يبقى انا هنا والاوبرانت ده هذا العنوان دايركت ادريسنج هذا العنوان يا جماعه اي ان المحتوى اللي هنا ايا كان هذا المحتوى طبعا عندنا 16 بت ايا كان هذا المحتوى هذا المحتوى هو الموجود في الاوبرانت اللي هيتجمع اللي المفروض يروح على الداتا ريجستر المفروض يروح فين حتى يا شباب على الداتا ريجستر اللي هو هجمعه بعد كده على مين؟ على محتوى الاكوميليتر، على محتوى مين يا شباب؟ الاكوميليتر، فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى اذا هنا انا في عمليه الدكور انا جاوبت على كل حاجه انا عايز اجاوب عليها. انا جاوبت على كل حاجه انا عايز ايه؟ اجاوب عليها. جاوبت رقم واحد ما هو الاجراء اللي انا عايز اعمله؟
أو ما هي مجموعة الإجراءات a sequence of micro operations. مجموعة الإجراءات اللي أنا عاملها. مجموعة الإجراءات اللي أنا عاملها هي خاصة بالأمر مين يا شباب؟ هذا الأمر آل ينتمي إلى أنه set of operation أو micro instruction. memory reference instruction. أول ما أبقى memory reference instruction أسأل سؤالين. هل أنا direct addressing؟ ولا يا شباب؟ ولا انا اندايركت ادريسنج. طبعا هنا اللي هيجاوب على السؤال ده مين يا شباب؟ اي بيت. مين اللي هيجاوب على السؤال ده؟ اي بيت. ومين اللي هيجاوب على الكومبينيشن اللي هو من بيت 11 و12 و13 وكام؟ و14. طب خلاص عرفت اللي انا ميموري ريفرنس وعرفت اللي انا دايركت ادريسنج، فين بقى الاوبرند اللي انا هتعامل معاه؟ اللي انا هعمل له فيتش؟ يبقى انا بقى المفروض المتبقي هو مين يا جماعه؟ ادريس اوف ميموري لوكيشن. الادريس اوف ميموري لوكيشن ده اللي خاص بمين يا دكتور؟ بالاوبراند. مين يا حبايبي؟ رد عليا يا حبايبي. يبقى علشان اعمل فيتش للاوبراند لازم ارجع اشاور على الميموري لوكيشن اللي فيها الاوبراند دي، صح الكلام؟ يبقى لازم اخد الادريس ده احطه على البوينتر. البوينتر اللي هو مين بقى يا حبيبي؟ الادريس. يبقى لازم اخد الجزء ده اهو احطه الاول في الحته يا جماعه. خدوا رايي جايين عليا بالادرس الادرس ده هيجي منين؟ هيجي من الانستراكشن ريجستر. البيت بوزيشن من البي 0 الى البي كام حبايبي؟ خدوا رايي حبايبي 11. من البي 0 للبي 11 كان في 6 3 ها خدتهم حطيتهم في الحته يا جماعه اللي هو بقى بوينتر لمين؟ لميموري لوكيشن. في ايه؟ سمعوني بالله. في ايه؟ اللي انا هاخده احطه فين؟ يبقى لو حبينا نكتب السيكونس اوف كومبينيشن مايكرو اوبريشن الكلام اللي كانت اختنا الفاضله بتقوله هي كانت بتقول سيكونس اوف مايكرو اوبريشن. انا دلوقتي بترجم الديفينيشن هاردوير ولو عايز اعمل كود يجمعها معايا. يبقى اذا تاني كده نكتب الاجراءات اللي احنا عملناها. عملنا الفيتش عند التي نوت قلنا بروجرام كونتر حطينا محتواها في الادرس ريجستر ده عند كام حبايبي؟ خد رايك ليه؟ على التي نوت عند التي واحد قلنا هنعمل ايه؟ ميموري لوكيشن ادرس باي مين يا شباب؟ ادرس ريجستر هحطها في الحته يا جماعه الانستراكشن ريجستر وقلنا احنا نزود البروجرام كونتر بمقدار كام حبايبي؟ بمقدار واحد. قلنا عند التي 2 كتبنا الكلام ده كله على الشارت بتاعنا. قلنا عند التي 2 خدنا مين يا جماعه؟ خدنا اول حاجه البيت بوزيشن رقم 15 الخاصه بمين يا جماعه؟ بالانستراكشن ريجستر. ردوا عليا هتروح في حته يا جماعه للاي بيت بس كده؟ لا قلنا عندنا الانستراكشن ريجستر بتاعنا اللي هي البيت بوزيشن كام؟ 12 وكام؟ و13 وكام؟ و14. ردوا عليا هتروح في حته؟ على الديكودر. على الديكودر يبقى هنعمل ديكود لها مش كده؟ ديكود مش كده؟ استخدام الديكودر عشان يطلع لنا اشارات من دي نوت وكام؟ ودي واحد الى جنيه كام يا جماعه؟ دي 7. بعد كده قلنا في نفس الاجراء ده او في نفس التايمنج ده اللي هو كان عند كام يا حبايبي؟ رد عليها حبايبي عند كام؟ 2. قلنا ان انا في نفس الاجراء ده هعمل كمان حاجه ان انا عندي الادرس ريجستر محتوى الادرس ريجستر من البيت بوزيشن كام يا حبايبي؟ 0 من البيت بوزيشن كام يا حبايبي؟ 11. هيروح في حته عشان يشاور على مين؟ عشان يشاور على مين يا جماعه؟ على الايه؟ على الاوبراند. عشان يشاور على ايه يا شباب؟ على الاوبراند. اللي هيحط في حته بس قبل ما يحط في الداتا ريجستر لازم اجاوب على الاستفسارات اللي حضرتك كنت بتقول عليها دي. هل انا ممكن ريفرنس؟ هل انا انبوت اوت ريفرنس؟ استراكشر ريفرنس؟ هل انا ريجستر ريفرنس؟ مش كده؟ هعرف الكلام ده منين؟ قلنا ان انا بعمل تشيك على مين يا حبيبي؟ على دي 7. على دي 7. بعمل تشيك على دي 7 اللي دلوقتي ماشي دلوقتي تعريف كونسيبت. التعريف ده جبنا منه ايه؟ كونسيبت. الكونسيبت ده انا بمثله ايه؟
اردوين من خلال الشرح ده بفهم التسلسل اللي انا همشي فيه. دي 7 لها كام احتماليه يا حبايبي؟ 2. اما ان دي 7 هتكون بكام يا جماعه؟ او دي 7 هتكون ايه يا شباب؟ 1. هنا هو على طول انا منتظر ان دي 7 على حسب كلامك يا دكتور، منتظر ان دي 7 تكون بكام؟ 0. يبقى على طول اول ما تبقى دي 7 تبقى 0 بيبقى انا عندي ميموري ريفرنس انستراكشن. انا لسه التي 2 انا شغال، لسه التي 2 ما خلصتش، ان لسه ما جاوبتش على الاسئله بتاعت الديكود. مش انت بتقول ديكود؟ ديكود معناها عندك اجابه على كل الاسئله اللي مطروحه في ذهنك او اللي مطروحه للمايكرو بروسيسور بتاعك ده او الكنترولر بتاعك، صح الكلام؟ يبقى انا عندي دي 7 اكتشفت ان دي 7 0، انا عرفت على طول ان انا انستراكشر ريفرنس، ميموري انستراكشر ريفرنس. صح؟ ميموري انستراكشر ريفرنس. حلو. طيب انا عايز اعرف ان انا مهري، انا عايز اعرف اذا انا دايركت ولا اندايركت. مين يرد عليا؟ دايركت او دايركت انا همشيك على مين؟ الله. يبقى اجي كده هنا الاي لها كم احتمال حبايبي؟ 2. اما الاي تساوي يا ترى الاي بتساوي كام يا دكتور؟ اما الاي بتساوي او الاي بتساوي 1. لو الاي بتساوي 0 معناها ايه يا شباب؟ دايركت اديسون. طيب بعيد شويه ليش؟ يا ريت تعمل زوم على الشكل شويه عشان تبان الخطوه. يبقى بالنسبه لي يا جماعه دايركت اديسون. دايركت ادريسنج انا هعمل ايه في التايم ده؟ انا دلوقتي في التايم جديد لان انا جاوبت على السؤال، انا كده عملت كودنج، انا بدات في البروسيسنج الجديد ده لان انا جاوبت دلوقتي. اصبح في اللحظه دي انا بقى عندي دي 7 هنا، دي 7 كومبلمنت ولا دي 7 عاديه؟ دي 7 ها؟ كومبلمنت. دي 7 ايه يا جماعه؟ كومبلمنت. الاي ولا اي كومبلمنت؟ ها؟ هاي كومبلمنت. السيجنالز بتاعتي بوليان اكسبريشن هتبقى كده. دي 7 ب 0 اعملها بوليان اكسبريشن يبقى دي 7 كومبلمنت. اي اللي في الفلو بتاعتي ريسيت يعني تساوي الاول بتاعها تساوي 0 فباجي اعمله بوليان اكسبريشن هيبقى ايه كان بقى يا جماعه؟ كومبلمنت. عند انه تايمنج يا جالي بقى دلوقتي عرفت من الحته دي 7 كومبلمنت اي كومبلمنت عرفت ان انا ميموري ريفرنس انستراكشن صح الكلام؟ ها وعرفت ان انا دايركت اديسن. طيب عندي التي 3 بقى اللي هو بدايه التايمنج بتاعي اللي هو التي كام دلوقتي يا جماعه؟ 3. يبقى انا عندي بوليان اكسبريشن اكتملت دي 7 كومبلمنت ها كومبلمنت دي 3 لان انا قلت ايه يا جماعه؟ سيكونس يبقى سيكونس مرتبط بمين؟ طيب يبقى عندي دي 7 كومبلمنت اي كومبلمنت دي كام حبايبي هنا؟ يبقى الاجراء اللي هيحصل عند السيجنالز دي اما تبقى اكتف الاي اللي هي السيجنالز كلها على بعضها اللي هي دي 7 كومبلمنت اندد مع الاي كومبلمنت اندد مع التي 3 السيشن ديت كلها هتبقى 6 واخد بالك هيحصل هنا nothing مش هيحصل حاجه خالص لان انا منتظر اجابه ثانيه ان ممكن تكون الاجابه ايه؟ دايركت يبقى انا محتاج اجيب الافكت بادرس في الفتره الزمنيه دي لكن نظرا ان انا دايركت ادريسنج فانا خلاص مطمئن ان الادرس اللي انا كاتبه اللي موجود دلوقتي في الادرس ريجستر هو الافكتيف ادرس اللي بيشاور على الاوبرن اللي انا هاخده في اللحظه دي بعد كده في تي 4 احطه في نهايه ده في الاجراء بتاعي. يبقى لو كان عندي هنا ده كده الديكود في الديكود عندي دي 7 كومبلمنت اي كومبلمنت تي 3 يبقى انا دلوقتي عندي التايم كام يا حبايبي؟ كده انا خلصت مين؟ اجراءات كام؟ تي 2 وبدات اجراءات مين؟ الزمن اللي هو ايه؟ تي 3 كلمه سيكونس اوف مايكرو اوبريشن. هنا هعمل ايه؟ لو دي كده كده معنى كده اللي اكتب هاي يبقى انا دو نثينج. نثينج تو دو.